يا اهلا وسهلا ومساء الخير على كل اهلاويه اللي بيتابعونا. يوم جديد، حلقه جديده من السادسه، حلقه نهايه اسبوع قبل ما ندخل في اسبوع كروي للمنتخبات الوطنيه. المنتخب الاول عنده مواجهتين، توجو رايح جاي، وعندنا طبعا منتخبنا الاولمبي هيلعب مع كوريا والبرازيل. حقيقه يمكن قبل ما ابتدي الحلقه من نفس المكان ده كنت بتكلم انا وساره امبارح في بدايه حلقه السادسه على مبادره وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي لا للتعصب اللي اطلقها او اطلقتها وزاره الشباب، واتكلمت الحقيقه قلت انها مبادره مهمه جدا في توقيت في غايه الاهميه، لكن الاهم اذا كنا بنفكر لقدام شويه، وبتكلم هنا على المنظومه الحقيقه كلها، ان احنا نفكر في انه ازاي يبقى عندنا نظم ولوائح وقوانين تمنع وتعاقب اي حد يشجع الفتنه او التعصب. في نفس المكان ده قلت امبارح انه في الاتحاد الاوروبي في مع الفرق الاوروبيه على التيشيرتات بتاعتهم بيبقى مكتوب نو روم فور راسيزم، يعني مفيش مجال للعنصريه، وده طبعا درجه اكتر بكتير واصعب بكتير من التعصب. النهارده جريج كلارك ده رئيس الاتحاد الانجليزي قدم استقالته من رئاسه اتحاد كره القدم الانجليزي بسبب وصفه للعيبه اصحاب البشره السمراء باللاعبين الملونين. الراجل استقال من نفسه، رئيس أكبر منظومة كروية يمكن تكون على مستوى العالم. إحساس بالمسؤولية طبعا كبير جدا، والفرق في السنين الضوئية بيننا وبين الناس دي كبير جدا. على كل الأحوال هنتابع مع حضراتكم آخر أخبارنا.